السلام عليكم. النهارده يا جماعه في طعم الارانب الصغيره عمر 37 يوم. يلا بينا مع بعض يا جماعه نشوف اوزان الارانب عمر 37 يوم يكون وزنها قد ايه، ونقول لكم تعمل ايه مع الارنب بعد الفطام علشان تنجح في مشروع الارانب. فمن فضلك كمل الفيديو معانا للاخر وشوف موازين الارانب، عمر الارنب ووزنه قد ايه على الميزان. استنوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. خدوا حبايبي الكرام بجد، قناة معاكم من قناة تربية الأرانب والطيور مع أبو نرمين. تنساش انزل تحت اشترك في القناة، سبسكرايب، فعل زر الجرس، ادعم الفيديو بلايك. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، فطام خلفة ثلاث أمهات يا جماعة بفضل الله. فيهم اتنين والدين يوم 27/10، واحدة والدة يوم 28/10، والنهاردة يا جماعة بفضل الله 4/12. النهاردة يا جماعة 4/12، يعني كده بقالهم كم يوم؟ بقالهم من 27 لحد 4، بقالهم حركة 37 يوم بالظبط، أو 36 يوم، لسه ما كملوش 37 يوم إن شاء الله، يعني 36 يوم داخلين في 37 يوم. يلا بينا يا جماعه نشوف الاوزان قد ايه. والله العظيم يا جماعه اقسم بالله وحياه ولادي، مولودين 27/10 و28/10، اقسم بالله ما زود غير نفس، يعني قبل ما اقول 27/10 و28/10، لو انتوا مش مصدقين ارجعوا الفيديوهات الولاده الامهات ده هتلاقي التاريخ زي ما انا بقول كده. تمام يا شباب، دي يا جماعه ام خلفه يا شباب، ان شاء الله هنفطم عيالها ان شاء الله، ربنا يبارك. اهو يا جماعه، وادي برضو خلفه برضو يا جماعه نفطم عيالها، امهات نفطم عيالها اهيت ان شاء الله ربنا يبارك. ماشي، تعالى كده يا منرمين، اقسم بالله العظيم مولوده 27/10 ودي 28/10. تمام، دي برضو يا جماعه ما شاء الله هيت. تعالى كده يا منرمين، قوموا برضه نكسر يا جماعه، دي عيالها ما شاء الله ربنا يبارك يا شباب. فنتوكل على الله يا جماعه ونفطم ونوريكم الاوزان قد ايه، ونقول لكم نعمل ايه مع الارانب بعد الفطام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، ده الميزان يا جماعه اهوت، الميزان اهوت، نفتح الميزان كان عليك يا رب ان شاء الله. يا دي يا جماعه ارنب عمره يعتبر 37 يوم، بسم الله ما شاء الله، ده كام؟ 935 جرام على الميزان، اقسم بالله العظيم عمره 37 يوم اهو يا جماعه، 935 جرام على الميزان. نحط ايه يا جماعه اهوت؟ لو انتوا افتكرتوا الارانب اللي كنا فاطمينها المره اللي فاتت نقلها هنا يا جماعه، ايه؟ هنا يا شباب اثنين اهوت يا جماعه، الكلام ده اثنين لون الارانب اللي كانت مفطومه المره اللي فاتت، دي اثنين لون، ده 935 جرام يا جماعه. يلا بينا، بسم الله، تعال هنا يا جماعه، بفضل الله يا شباب 890 جرام يا جماعه، 890 جرام اهو، حط هنا جنب اخوه هنا كده من هنا، احنا بنجيب يا جماعه والله عشوائي. ده كام؟ 780 جرام، 780 جرام يا جماعه بفضل الله ان شاء الله ربنا يبارك. حطوا لي يا ابو خالد الحته يا جماعه صفر ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الحلويات يا جماعه، ان شاء الله على الحلويات، سلفرايه برضه يا جماعه، ماشي بفضل الله، حاجه جميله جدا يا جماعه، روعه. حط على الميزان، اللهم صل عليك يا حبيب النبي، صل على حبيب قلبك الطيب، والله كيلو 70 جرام يا جماعه ما شاء الله، ربنا يبارك ربنا يبارك. حال بسم الله ما شاء الله يا جماعه، حاجات جميله جدا، كيلو يا جماعه يا شباب، كيلو 60 جرام ما شاء الله ربنا يبارك. ده يا جماعه خلصنا كده من اول فطام، اول ام هي كان معاها خمس حتات، يعني هم جابوا معاها خمس حتات بفضل الله. تمام،
ربنا يبارك الامه يا جماعه ان شاء الله. ربنا يبارك دي الام. طب ما تيجي يا جماعه نوزع كده الام يا جماعه نشوف وزنها قد ايه. بسم الله. لا لا اخ فين. بسم الله بسم الله. ادي يا جماعه الام ما شاء الله على الميزان امهم ربنا يبارك. 4 كيلو و100 وكام؟ بس هبت بس اطلع بره اطلع بره اطلع بره يا جماعه. 4 كيلو 100 وحاجه يا جماعه ما شاء الله. وزن الام وزن الام يا شباب ما شاء الله ربنا يبارك. خلاص يا الماس خلاص يا حبيبتي يا شباب. انا اتوكل بقى هنا بقى على الله ونفطم المجموعه ديت. اطلع بره اطلع بره مش مشكلة ماشي. نفهم دول يا جماعة هنجيب بقى عشوائي كده يا شباب. حاسس كده ان الارنب كده مش مظبوط ما شاء الله مش مظبوط يعني حاسس كده ولا ايه؟ ده 690 جرام. لا ده تسيبه شوية يا جماعة ده تسيبه شوية. ايوه يا جماعة معلش يا جماعه عفوا معلش تنزل بيت السياره تحت. هجيب انا اخوه كده بسم الله ما شاء الله. حط على الميزان ده كام يا جماعه؟ 870 870 خلاص ده اتفطم خلاص ده اتفطم. نجيب بقى اخوه بسم الله بسم الله كام؟ 840 840 ده يا جماعه اتفطم. انا ليه يا جماعه بصور لكم الاوزان تمام؟ ده ممكن يبقى خف شويه ولا ايه؟ ما شاء الله ما شاء الله 800 وكام؟ 815 عسل. بس 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 ايه 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 ده حبيبي ايه ده حبيبي ايه ده اهو ان شاء الله ربنا يبارك ماشي. نجيب ميزان يا جماعه اهوت ماشي. حته ما شاء الله يا جماعه في لاين حاجه فوق الخيال ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا الحبيب النبي. كام يا جماعه؟ 940 جرام. عسل قوي يا شباب. اما تبقى ديت اقسم بالله العظيم مولاي 28/10 والنهارده 4/12 النهارده يا جماعه 4/12 فدي في حد ذاتها حاجه ممتازه جدا. بتقول وزن ليه؟ حاجه ممتازه جدا يا مولاي 28/10 مولود ربنا يبارك. طبعا يا شباب احنا قلنا هنسيب دي هنا حته ثانيه هنا من جوه ديت ان شاء الله. دي قد وزنها قد ايه؟ ده 760 تتفطم 755 تتفطم يا جماعه. ده 3 4 كيلو ده كده يا جماعه تتفطم. احنا بقى سيبنا الحته اللي هي ايه؟ اللي هي وزنها 600 جرام 690 جرام 680 جرام دي نسيبها يا جماعه ايه؟ معمها يومين ولا حاجه. ما يا شباب خلاص ده خلصنا من دي. نيجي بقى على الحلوين البهوات اللي زي الفل دول يا جماعه ما شاء الله ربنا يبارك. حاجه جميله جدا نايمين مستخلصين مزاجهم حلو ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا جماعه حلويات عندنا السمرة والشعر يا جماعه الناعم ارنب بفضل الله. اللهم صل على سيدنا الحبيب النبي. كيلو يا جماعه كيلو اللي 5 جرام او اللي 10 جرام ربنا يبارك. اه يا شباب خلاص ده اتفطم. نجيب بقى مين؟ اخوه. تعالى يا حبيبي. انا واحد اسكندريه يا جماعه. ان شاء الله. حاجات بتاخد سلالات يا جماعه والله. ان شاء الله. كيلو يا جماعه اهو. كيلو. اقسم بالله ده مواليد 27/10. ان شاء الله. ربنا يبارك. حبيبي. شوفوا يا جماعه الحلويات والبسكويت. ما شاء الله. العب يا متعب. 900 وكام؟ 950 جرام يا جماعه ان شاء الله اهو. ربنا يبارك. شغلك يا جماعه صح؟ تعالى كده يا مدمن. لحد دلوقتي يا جماعه سايب الشعر في قلب البيت الولادي. انت في جو برد
الجو الارنب لما يدفى معاك يحول معاك في اللحم. ارنب لما يدفى يحول معاك يا شباب، حتى وهو جنب عمه يدفى يحول، يدفى يشرب يرضع ياكل يحول، ما شاء الله. اهو يا جماعه ان شاء الله ده فوق الكيلو، كيلو يا جماعه وحاجه ما شاء الله، كيلو 70 جرام. اقسم بالله العظيم اول حاجه راح افطمه، يعني مش هنعرف افطمه قبل كده او جاي اصور فيديو، لا اقسم بالله العظيم. لو انت شفت الفيديوهات اللي فاتت لو انا بصورهم مع اهاليهم مع عمهم ان شاء الله ربنا يبارك. اهو هم خمس حتات تحت امهم بس ما شاء الله، حته يا بص يا جماعه شوف الودان حاجه جميله جدا بفضل الله ربنا يبارك. اه يا شباب صل على النبي، صل على الحب قلبك يطيب، انا عايزك تصلي على النبي كده قلبك يطيب ما شاء الله. ده حاجه يعني طبق كيل اهو، ايه ده؟ انت كده ولا الصلاة على النبي. كيلو ده 25 جرام ما شاء الله. كده يا جماعة الأم اللي كان معاها خمسة والأم دي كان معاها خمسة ولسه معاها واحد، يعني الناس دي كانت ستة ودي معاها خمسة. تمام يا شباب، أول أم فطمنا معاها فطمنا منها خمسة. تمام؟ تاني أم معاها ستة فطمنا منها خمسة ولسه معاها واحد. تالت أم معاها خمس أعداد، يعني خمس خلفان. الأم دي يا جماعة لو معاها 8 أو 9 طبعًا الأوزان بتقل معاك شوية، يعني الأرنب 900 جرام والكيلو ده هيبقى معاك 700 جرام 800 جرام. برضه عشان نبقى واضحين في الصورة، لو معاها 9 أو 10 أرانب أو 8 أرانب أو الكلام ده وأعداد أزيد من 6 و5 و6 و7 والكلام ده يا جماعة، طبعًا الوزن بتاع الخلفات بيقل شوية لأن كمية اللبن اللي في الأم تبقى متوزعة على الأم على الخلفات على الثمانية أو التسعة أو العشرة اللي معاها، فطبعا بيضطر إنك تفطم الأرنب على عمر 35 يوم أو 37 يوم زي الأرنب ده يا شباب، بيكون وزنه 700 جرام 750 جرام، ما بتوصلش أنت للكيلو أو 900 جرام والكلام ده يا جماعة. تمام؟ طبعا دي الأم اللي هي فطمنا عليها ده يا جماعة، شوف وزن الأم قد إيه الميزان إن شاء الله بس عد. بسم الله ما شاء الله 3 كيلو 600 جرام، دي 3 كيلو 600. الثانيه يا جماعه وزنها كام؟ الثانيه وزنها 4 كيلو فيما فوق، دي 3 كيلو 600 جرام. ماشي يا شباب بفضل الله. صحه الام يا جماعه عليها عامل كبير جدا جدا في التحويل بالنسبه للرضاعه وبالنسبه للخلفان. بسم الله ما شاء الله. وزن دي كام يا جماعه؟ صلى على حبيب قلبك يطيب، 4 كيلو وانت طالع، بس اهدي اهدي 4 كيلو وربع. اهدي يا حبيبتي. 4 كيلو و200 جرام يا جماعه، بفضل الله حاجه ما شاء الله ممتازه جدا. تمام؟ ده وزن ايه؟ وزن الام. بس تعالى كده يا مدربين، شوف انا فطمت الارانب يا جماعه عمره 37 يوم ولسه الشعر زي ما هو مع تحت الام. هنا بقى نظام شغلك الصح، ان انت من هنا دفيت الارنب، الارنب دفي اكل رضع من امه دخل جوه الولاده دفي حول معاك. الارنب يا جماعه ان برد ان سقع وبرد ما يحولش، مهما ياكل بياكل علشان يعوض البرد اللي عنده بالطاقه، يعني الاكل يحوله لطاقه عشان يدفى. ما يحولش الارنب معاك. ما الارنب ان رضع كويس واكل كويس ودفى هتلاقي الارنب ما شاء الله معاك يوم بيومين. خدها نصيحه، دف ارنبك عشان الارنب يحول معاك. عشان الارنب يحول معاك، ارنب ان دفى هتلاقي الارنب ما شاء الله واخد معاك زي الفل. فطلنا الارانب. طبعا ده يا جماعه بنمشي معاهم بكميات علف محدودة. الأرنب حد من هنا. ماشي يا شباب؟ بنمشي مع الأرنب يا جماعة بكميات محدودة يا شباب، وأرنب أبيض على فكرة. أنا كان أسود والله ما أعرف كان أسود والله. تقريبا ده. هو ده. يا شباب؟ بنشمع الارانب كميات علف محدوده علشان عدم الانتفاخات والاسهالات.
عدم الانتفاخات والسلام. طبعا دي مفطومين ما شاء الله، اوزان حلوه يعني اوزان حلو. ده بدي اديله 50 60 جرام. المفروض اصلا الارنب الكيلو ياكل 80 جرام، الارنب الكيلو ياكل 80 جرام، بس لسه مفطومين فيهم 700 وفيهم 750 وفيهم 800 وفيهم 900 وفيهم كيلو، يبقى امشي معاهم مثلا ب 70 جرام، من 60 ل 70 جرام على وجبتين، على وجبتين، لان برضه مفطومين اوزانهم كويسه. واحنا في ايام شتاء برضه ما اقللش العلف، ازود انا العلف شويه علشان الارنب ياكل يدفن ما يجوعش، لان لو جاع هيبرد، لو جاع الاكل بيدفي، لو جاع هيبرد. يا جماعه ده فضلت الارانب تمشي معاهم بنظام علف محدود، دول طالما الاوزان دي كويسه يا جماعه يبقى تمشي معاهم ب 60 70 جرام على وجبتين. طبعا لو الارنب حجمه اصغر من كده 600 جرام 550 جرام الى 700 جرام، تمشي مع الارنب ده من 40 ل 50 جرام برده في اليوم على وجبتين لمده 3 4 ايام او اسبوع. بعد كده ابدا ازود كميه العلف للارانب تدريجي علشان الارنب الصغير ده بمعنى اصح الارنب الطفس. ده يا جماعه الارنب الطفس، طفس يعني بياكل كتير، لو حطيت له شكر عارف ياكل، هياكل يا جماعه. طبعا ديت كانت حلقه النهارده، عبينا اعرفكم موازين الارانب الفطام على عمر 37 يوم كانت وزنها قد ايه، واقسم بالله وانا بقسم لكم بالله ان ده مولودين 27/10 و28/10، اقسم بالله العظيم. لو انت رجعت التاريخ الولادات بتاعه الارانب والده يوم كام هتعرف الارانب والده والده كام في الفيديوهات اللي فاتت، وتعرف الارنبه اهيت وتاريخ التسجيل بتاع الولاده بتسجل في الفيديو متصور معاهم الفيديو. فطبعا دي كانت حلقه النهارده يا جماعه، وقلنا لكم تمشي مع الارنب كميات من ديت من 50 لحد 70 جرام على حسب حجم الخلفه، بعد كده بتزود الكميه يا جماعه ل 90 جرام 80 جرام، بعد كده بتزود 100 جرام الى 120 جرام لحد عمر البيع ان شاء الله. وطبعا دي كانت حلقه النهارده، اشكركم حسن المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، النهارده يا جماعه فطام الارانب الصغيره عمر 37 يوم. يلا بينا مع بعض يا جماعه نشوف اوزان الارانب عمر 37 يوم ويكون وزنها قد ايه، ونقول لكم تعمل ايه مع الارنب بعد الفطام علشان تنجح في مشروع الارانب. فمن فضلك كمل الفيديو معانا الاخر وشوف موازين الارانب عمر الارنب ووزنه قد ايه على الميزان. استنوني.